السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت الجزائر منذ قليل على وقع 3 انفجارات متتالية راح ضحيتها 9 مواطنين وبالضبط في بلدية جسر قسنطين. ولكن وقبل الخوض في التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. أصيب مساء اليوم لا يقل عن 9 مواطنين في حادث انفجارات وقعت بسبب غاز البوتون بولاية الجزائر العاصمة. ووفق بيان لمصالح الحماية المدنية فإن وحدتها تدخلت على الساعة 8 من أجل حادث انفجار غاز البوتون متبوع بحريق في الطابق الأول ببلدية جسر قسنطين. وخلف الحادث كحاصلة ولية 7 ضحايا لهم حروق مختلفة و2 لهم صعوبة في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى.